هي أسباب نزول سورة الزلزلة؟ كان الكفار يسألون كثيراً عن موعد يوم القيامة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة لأولوية أن يعيشوا مشاهدها ولا ينشغلوا بوقتها. وما هي مقاصد سورة الزلزلة؟ أن الإنسان سوف يجازى بكل أعماله، كبيرها وصغيرها وحتى الذرة، فيتجنب صغائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. بالإضافة إلى العلم بأن الناس يوم القيامة يخرجون من قبورهم في جماعات متفرقين بحسب أعمالهم، لقوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. دعونا الآن نشاهد الخريطة الذهنية لسورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.